طيب مرحبا، بدي حلقة ده grade 8 physics. شو اسمه الدرس؟ هو the effects of a force، تأثير الفورس. شو هي الفورس؟ لنقول أنا عندي object هون، عندي هالحاية هاي. أوكي، أنا زحتها هيك، زحتها من اليمين للشمال، فهون أنا عملت فورس عليها. ليش؟ لأنه بكل بساطة كانت قاعدة وتحركت. اوكي، كانت قاعدة وتحركت، فاذا انا عملت فورس عليها، فاذا اول اثر للفورس هي انه في حرك، كان موف ان اوبجكت ات ريست. شو يعني ريست؟ ريست يعني مرتاح. هو كان مرتاح وانا قدرت حركه، فاذا اكيد صار في فورس. طيب كيف هلا الفورس بس فيها تحرك اوبجكت كان قاعد؟ لا، فيها تعمل شيء تاني كمان. هنتخيل هيدي كانت حدا كان ضربها لهالمحاي، وكانت عم يعني ضربها هيك بايده هيك، وكانت عم ماشي 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 هيك من يمين للشمال. بعدين انا جيت شو عملت؟ ضربتها هيك. فاذا كانت ماشي هيك، لما ضربتها قامت كوعت ومشيت هيك. فاذا الفورس هون صار في فورس كمان. وشو عملت هاي الفورس؟ حركت اوبجكت ايه، مش ما كان اترست، حركت اوبجكت كان اصلا عم يتحرك. هون مش المقصود يتحرك، مش خليني اقول مش حركت، خليني اقول انه عملت change the direction، غيرت change the direction of an object لobject of an object اصلا كان عم يتحرك. of a moving object، خليني اقول of a moving object. فإذا الشغلة الثانية إنه كيف بعرف إنه في عندي force؟ فيها تغير اتجاه. okay. direction يعني اتجاه. بالإنجليزي في كلمة direction، في كلمة sense. ما بعرف، أوقات بشوف الواحد هالكلمة، أوقات بشوف هالكلمة. لا، يمكن direction شائعة أكتر، فخليني أقول إنه بغير direction، بغير اتجاه object كان عم يتحرك. okay. يعني هو كان عم يتحرك هيك، حدا ضربه، صار شيء، صار هيك أو صار هيك، بغض النظر. طيب بعد في كمان الفورس فيها تعمل بعد شغلة ثالثة بديهية، هي هالورقة مثلا قاعدة مبسوطة، بجي أنا شو بعمل؟ بجعلكها. أوكي، بجعلكها طويتها. أوكي، فإذا كان deform. هلا شو معنى deform؟ لأني ما بيعرف إنجليزي. form يعني هو اسم، هيدا شكل. deform يعني هذا صار verb، فعل، يعني يغير الشكل. deform يغير الشكل بهالمعنى. can deform an object. فإذا الفورس فيها تعمل واحدة من هالثلاث أشياء. يمكن بيزيدوا بعد شغلة رابعة عليها، بس ماشي الحال، خلص أنا هكتفي بهول إلا إذا بين معي شيء. أوكي، modification of the motion صحيح. والشغلة الثالثة هي يعني عم بتطلع أنا بالactivities تعودك، determination of characteristics. ما بعرف شو التالتة. determination and inflated rubber. deformation of an object. هون هن التلاتة، خلص هون هن التلاتة. اوكي، فإذا بزيادة هذه كانترودكشن عن الفورس. كيف بعرف انه صار في فورس؟ فتش على شغلة من هالثلاث شغلات بس تشوف، هون ساعتها بعرف انه عندي فورس. مثل واحد بيقول لي كيف تعرف انت في زلمة قاعد معك هلا بالأوضة؟ قول والله إذا سمعت له صوت بيكون عن جد في زلمة، إذا الزلمة حكي معي بيكون عن جد في زلمة، إذا الزلمة مشي قدامي عن جد بيكون في زلمة. هاي الفكرة. أوكي، كيف بعرف في فورس؟ بقى واحدة مثلا خلينا نوقف هذا الفيديو.